ناخذ على اطوال الاشخاص ورح نعرف سيتس اسمها تول مان فيري تول مان. هدول نقدر نسميهم كانهم ايه ميديوم شورت وفيري شورت. هاي راح نسميها A1 A2 A3 A4 A5. اوكي هلا نفس الشيء انا ممكن اعرفها كريس بس راح اعرفها هون فازي. راح اخذ هي اليونيفرسال ديسكورس اكس والاكس اللي هو الهايت ان سنتيمترز وراح اخذ من عند 150 160 170 180 190. هذه للساعة هون 1 و0. راح اخذ هذه من هون من 150 ل 160 150 160 170 160 170 180. راح اعرف هدول هلا هذه A5 الست A5 هذه الست A4 A3 A2 A1. ونفس الشيء عندي الان لو عندي طول اقل من 150 راح يكون الممبر شيب تبعته في A1 هو 1 وفي الممبرز الثانيه 0. لكن عندي في فاليوز معينه مثلا لو عندي هون 155 سنتيمتر اف اكس بتساوي 155 سنتيمتر راح نحولها هي 0.5 هذا الطول 0.5 very short و 0.5 short. لو عندي مثلا خليني اخذ المنطقة اللي هون اللي هي 162.5 تقريبا عندي ممبرشيب 0.25 و 0.75 عند 162.5 الممبرشيب اوف A3 اللي هي A3 ميديوم راح تكون 0.25. دكتور هون الممبرشيب على اساس انه السلوب تبع الديسكورس واحد؟ انا هون تراينجلر عام هسا ممكن ان يكون السلوب يختلف عن واحد. هذا قصدك؟ هذا شكل هذا الكيرف ممكن في اشكال مختلفة له بس احنا اخذنا تراينجلر في اشكال ممكن تعملها زي هيك في اشكال زي هيك مثلا في اشكال مختلفة طبعا بس انا اخذته هون ببساطة اخذتهم خطين مستقيمين هي تراينجلر اسهل شيء بالحالة هاي. اذا عندي هلا هون صارت هاي الهاي لها ممبرشيب نص في فيري شورت اللي هي كانت A1 في الست A1 ونص في A2. هلا اي رول بعدين راح نشوف في عندنا رولز اي رولز بتنطبق على الفيري شورت راح يكون في لها فارق بس الفارق راح يكون بس 0.5 واي رولز بتنطبق على الشورت راح يكون في لها فارق 0.5. هلا راح احكي عنهم راح نحط رولز مختلفه وعندي اذا كان مثلا هذا الطول راح يكون في اي رول بتنطبق على الميديوم راح تكون 0.25 واي رولز بتنطبق على الشورت راح يكون الفارق تبعها 0.75 وهيك بقدر حولنا اذا احنا راح نعمل الستبس راح تكون بالشكل التالي ناخذ من اليونيفرس اوف ديسكورس وبنعمل فازيفيكيشن للفاريبل فبناخذ الفاريبل وبنعمل له فازيفيكيشن. الفازيفيكيشن راح يعطيني ممبرشيب اوف ديفرنت ست راح يكون في عندنا ست اوف رولز فالست اوف رولز راح نعمل رول ايفالويشن. هلا راح اعطيكم امثله على الرول ايفالويشنز. هاي الخطوة الثانية هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية الرولز راح أطبق الرولز اللي هي الإف ذن رولز لأنه عندي ديفرنت رولز راح أجمع الأوتبوتس تبعت هاي الرولز. هاي العملية بنسميها أجريجيشن وبعدين آخر مرحلة راح أعمل ديفازيفيكيشن للأوتبوتس
الديفازيفيكيشن راح يطلع معي الاوتبوت كريسب اوتبوت وراح اطبقه على الكنترول. هذول من الاربع مراحل. هلا راح ناخذ نشوف امثله عليهم، راح ناخذ رولز مختلفه.